يوم الاثنين الموافق 4 ابريل قبيل اذان العشاء. مرة اخرى مساكم الله بالخير واهلا وسهلا فيكم في امر حمامكم في انتظار اذان العشاء. جود تتجه الى المسجد النبوي الشريف. امين بكسن المدنيه. اما الجماعه ضربوا فيهات وعيوش. مباركين الحين نايمين. انتظروا التقنيه المميزه والعظيمه والكبيره الليله من البيت من اضخم بيك في المدينه والمنطقه الغربيه باكملها. فرع الجزيره. فرع الجزيره. الاجواء الخارجيه الحرم المدني بعد الانتهاء من صلاه العشاء والتراويح. اجواء جميله هنا. الجميع لا زالوا أعداد غفيرة جالسين متسمرين. صحيح هذا المكان دون 5 سنة في كيف نعيش. جالسين هنا بالرغم بأن الأماكن في الداخل كثيرة وفسيحة لا أعلم لما يجلسون هنا في الخارج. مصرا والبكسة توزيع وجبات إفطار الصائم في الساحات الخارجية للحرم. هنا العيوش، هنا الموز، هنا المصرا والبكسة وغيرها من الجاليات التي تترقب العيوش والضرب بالخمس. هنا وجبات إفطار الصائم من المصباح للحيويات توزيع الفتوت. شاهدوا وجبات إفطار الصائم هنا في قلب الساحات الخارجية للحرم. وجبات الفتوت والزبادي والتمر والماء. مركز خدمة الحجاج والمعتمرين. ساحة الشهداء والممشى الجادة. كما هم بيطبوا علينا بنقعد ودي مطوع ما حد مو داخل من داخل نايم. الله سهالات مع الفطور الخفيف الشريك الحجري والدقه والزبادي التمريات. الحمد لله لو 23 ركعه او 13 ما يفرق عندك، لكن مع العيوش في البلاد والهريس والثريد تصلي ركعتين وتناصخ وتشرد من التراويح. هذا حالنا في البلاد. لازلنا واياكم نمشي هنا لنغادر بوابة ساحة الساحات الخارجية للحرم بحثا عن التشعبيط. نعم نتشعبط في أي مكان أي تاكسي. الزحام شديد كعادة شهر رمضان الجبار. يتسمرون ويجلسون لا أعلم ماذا يفعلون. استعدادا لصلاة الظهر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. نعم هنا باب الملك فهد يعتبر الباب الرئيسي. كرفه
جايين هنا ان شاء الله قرب بوابه النساء، البوابه الرئيسيه للمسجد النبوي، بوابه الملك فهد. الزحام خفيف مع ان الاذان يؤذن بالعاده، يتكرفخون هنا الصفوف الخلفيه. باركين، نعم باركو الربع يعبون من زمزم وراك المياه، حمامات ومواضب الرجال. كراسي الوقف للحرم، شوفوا كراسي الوقف، مركز خدمة الحجاج والمعتمرين، يخدموهم ضيوف الرحمن، عربيات الفتوت رمضان مباريات العشر جزاك الله خير، كثر الله خير. ثالث عزومة، هذه ثالث عزومة. هي هذا هو صراحة اليوم الشباب هني ما خلنا والله كذا واحد أكثر من ثلاث أشخاص ونفطر وياهم. احنا مشكلتنا نعرف شلة داخل غالبا من داخل، هذا واحد جاي من الشباب. الرابع السلام الله وبركاته، تفضل معنا. جزاك الله خير حبيبنا، ما تقصر، كثر الله خيركم يا أهل المدينة. العزومات كثيرة اليوم، أكوهم هذه الوجوه اللي واقفة تعزم. أخوة الإيمان لاحقا
ما شاء الله سيدات بعدات وفيرة. لاحقا حاليا وجبات افطار الصائم المعتاده مع الفتوت، لكن العيوش سوف تتواجد في وقت لاحق احتجاجا مع التمرين من غير قزستان. تحياتي تحياتي واشواقي. هم يجلسون ويتسمرون وينتظرون العيوش والموز والتفاح والبرتقال سوف يصلهم هنا في الخارج، ولكن ممنوع بأن يدخل إلى ما شاء الله. السفر الجميلة جدا هنا في قرابة باب الملك فهد. طبعا في سفرة في الخلف، سفرة في الأمام، ومن ثم البوابات صفتين تقريبا من السفر الرمضانية.